وليت كنطلب وراه وكنسعي بهاد الله يعاونوني وباش نكبر وليداتي وراه عيت اخويا تقهرت وراه تقهرت والحوايج ما تليت نشريهم واش حالتي تبين لك وحوايجي ما لقيت باش نشريهم ولدرجه وليت نخلص الكرا ونجوع في كل شيء ونجوع في كل شيء والحوايج ما شاريهم ليا والقصون داك الاخر ما تليت نكسابهم مع هاد القوم الظالمين وعيت اخويا ورا ريبوا لينا دابا دي عامين باش ريبوا لنا الاستفاده وكيقولنا اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا والدوسي ديالكم عند اللجنه وغنعطوكم اندماج واش اندماج اخويا ما شناه ورا وليت نجوع في كرشي ورا وليت نجوع في كرشي عباد الله وليت نجوع في كرشي ووليت باغي ناكل مصايبه ما ناكل وهاد الكفار تعداو علينا الله ياخذ فيكم الحق والله ياخذ فيكم الحق والله ياخذ فيكم الحق وعاش الملك وعاش الملك بغيت حقي وعيت اخويا بالكرا واش نمشي نفسد وما كنلقى مين نجيب الفلوس نمشي نفسد واش نمشي نفسد واش نمشي نفسد نمشي نفسد عباد الله وانا بنتي عندها خمس شهور وحده ثلاث سنين والاخرى ربع سنين وما لاقيه باش نوكلهم واخوتي المغاربه وقفوا معايا والعامل ديال المحمديه وقفوا معايا بغيت حقي وبغيت حقي وحق خوتي وحق ولادي وراني كنضيع ما لاقيا باش نخلص لك وعييت اخويا ماهر عييت ورا تهديت ورا عموني ورا عموني يا عباد الله لا هما كيشوفوا فيا من الشراجم ورا عموني ورا ولادي غيباتوا في الزنقه انا ما لقيت باش نخلص لك راه خوتي راه عييت ورا عييت وتهديت واش لا حياه لي ما انتو نادي ديال المغاربه القروب الحنينه كنتمنى توصل الصوت ديال حنان بغيناك توصل الصوت ديال حنان نتوما غادي توصل الصوت ديالها مسكينه فهاد الحاله مسكينه ام وليداتك في تيك توك كنتمنى من المغاربه بارطاجيو هاد اللايف نتمنى انكم نتوما اللي كتساعدوا الناس باش تحلوا المشاكل ديالهم حنا غير سبب نتوما اللي كتعاونوا كنتمنى انكم تبارطاجيو الصوت ديال الدموع تاعها الناس تاخذ الحق ديالها عبر اخويا راني مضروره وانا ترى كنشرب الدوايات راه متبعه مع طبيب نفسي اخويا في كازا وانت متبعه مع طبيب نفسي في كازا الاعصاب وديال لك تيام راني مريضه اصلا راني مقهور اخويا وكرهوني في بلادي وانا بغيت حقي وعييت وما لقيتش باش نجري بنتي ليكم جو الحليب ونمشي نفسد اخوتي نمشي نحري لعمي ورا عموني يا القيد وما بغاوش يخلوني ندخل ما بغاوش يخلوني ندخل ذاك النهار قال لي هذيك لا هذيك لا لا فيا جدامو وانا راه مغربي ليا وانا مواطنه مغربيه من حقي ندخل ندور على حقي ما خلانيش اخويا ندخل والناس عاطينو اندماج عطاونا عطانا 50% وحنا عراب ديال الدراري وكنقصر واخويا كيبات مسكين حف الزنقة واخويا الصغير عنده 18 عام كيبات في الزنقة واخويا كيبات مسكين في الزنقة حدا البهيم وكيسرح البهيم مسكين باش يشد الفريال ويبات حدا البهيم كينعس حدا الخنز وروسه 50 كين واخويا 10 الناس اخويا 10 الناس واخويا كاريب 14000 ريال وزيد الماء والضو 20 وعييت اخويا وعامين اخويا وانا كنتقاتل وعامين وانا كنطلب ورسالتي للمسؤولين شوفوا من حالي وحالة الوليدات وراني مضرورة ومقوية ومقهورة ورا شوفوا من حالي والعامل والقائد احتراماتي لكم نصفوني راني عييت نصفوني عييت والتقام عليا راه مات وفي عمري دات ويتيمة الاب اخويا با قتلوه وما عندنا حد اخويا ما عندنا عائلة وما عندنا صحاب ما عندنا احباب وعدنا الله وخوتي المغاربة خوتي المغاربة ومع عائلتي رحموني وانا كنتمنى من هاد الفيديو لا كنتو تشوفوني رحمونا راه حنا عيينا راه حنا عيينا صافي عييت اخويا ما نكذبش عليك عييت ديال المشاهدين كنتمنوا انكم توصلوا الصوت ديال حنان مسكينه راه عيات وصلت واحد المرحله ديال الانهيار ولات كتشرب الدوايات ولات كلشي كنتمنى انه يتم حل المشكل ديالها القلوب الرحيم المغاربه انهم يوصلوا هذا الفيديو الى هنا المشاهدين غادي ندعوكم في هذا الباش الى لقاء باش مباشر اخر ان شاء الله شي حنان الله